أهلا بكم من جديد. صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون بإنشاء صندوق مصر برأس مال 200 مليار جنيه، وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر برأس مال قدره 100 مليار جنيه. وقد عبر مراقبون عن مخاوفهم من تأسيس هذا الصندوق لأنه يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، فالصندوق يخضع لتصرف السيسي مباشرة ولا يخضع للجهات الرقابية أو مجلس النواب، كما أنه يسمح حال الاحتياج ببيع الأصول المصرية في الخارج. كذلك يستطيع الصندوق أيضا الاقتراض من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الرقابية. ينضم لنا عبر سكايب من ولاية ميتشيغان الأمريكية مصطفى شاهين الباحث في الشأن الاقتصادي. أهلا بك معنا سيد مصطفى. أثار إنشاء صندوق مصر السيادي العديد من ردود الفعل حول دور هذا الصندوق وأهدافه أيضا، ما رأيك في البداية حول هذا الصندوق؟ أستاذ مصطفى هل أنت معي؟ طيب، إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بمصطفى شاهين. إذا مشاهدينا، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون بإنشاء صندوق مصر برأس مال 200 مليار جنيه، وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى صندوق مصر برأس مال قدره 100 مليار جنيه، والعديد من المراقبين عبروا عن مخاوفه من تأسيس هذا الصندوق لأنه يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، الصندوق يخضع لتصرف رئيس الجمهورية مباشرة ولا يخضع للجهات الرقابية أو مجلس النواب، كما أنه يسمح حال الاحتياج ببيع الأصول المصرية في الخارج. كذلك يستطيع الصندوق أيضا الاقتراض من دون الحصول على إذن المسبق من الجهات الرقابية. معنا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل. أهلا بك معنا دكتور هشام. كيف ترى حالة الجدل التي أثيرت بعد إقرار هذا القانون بإنشاء صندوق مصر السيادي؟ في البداية حياتي أستاذ المشاهدين، خلينا نقع في الفكرة الأساسية من إنشاء هذا الصندوق، هو التعامل مع وضع غريب الشكل. الوضع هو أنه لدى كل محافظات، لدى كل وزارات، لدى كل هيئة في مصر، لديها أصول غير مستغلة أو لا تدار إدارة اقتصادية سليمة. قد تكون هذه الأصول لا تدخل في طبيعة عمل في الهيئة أو المحافظة أو الوزارة،
وبالتالي فكره الصندوق السيادي ان اقول اليه كافه الاصول الغير مستغله او التي ليس لها علاقه بطبيعه عمل الجهه اللي بينتقل من هذا العصر الى الصندوق، واداره الصندوق تبحث في اوجه التصادف بشكل اكثر كفاءه. قد يكون هذا التصادف اعاده تقييم الدخول بها في مشروعات جديده، قد يكون التصادف هو تاجيرها او بيعها او ما الى ذلك، وبالتالي هينشا فائض من الاموال لدى هذا الصندوق تمكنه من انشاء استثمارات جديده. هذا هي دي الفكره الاساسيه من الصندوق، وهو في النهايه هو مال عام. ومساله انه مال عام يعني مؤكد انه حتى لو لم يكن هناك في صلب القانون ما يوضح طبيعه الشكل او العمليه الادخاريه، لكن في النهايه هذا الصندوق سيعامل كما لو انه بوزاره او هيئه، لكن بعيدا عن البيروقراطيه الحكوميه التي اعتدنا عليها. الحقيقه قابل للوصول غير مستغل كبير للغايه، والمشكله مش بس انه احنا بننشئ هذا الصندوق، لكن الاكثر اهميه انه المسؤولين في المحافظات المختلفه للاسف الشديد او في الوزارات للاسف الشديد لا يريدوا اداره هذه الاصول بشكل كفء والاكثر غرابه، وده اللي هيبقى طيب. المحدد الاساسي لنجاح الصندوق هو قدره ورغبه المسؤولين في الجهات المختلفه ان يتخلوا عن ما لديهم من اصول. المشكله يا اخي للاسف الشديد المسؤولين في مصر بيتملكوا او بيتعاملوا مع الاصول على انها ملك خاص أو أنها جزء من عرش بيتهم، فمش عايزين. طيب دعني أعرض هذا الرأي دكتور هشام على ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول، الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي. أهلا بك معنا سيد عبد الحافظ. بالإضافة لما قاله دكتور هشام، فإن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أكدت أن الصندوق يعد أسوة بالصناديق السياسية في العديد من الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج، وكلها تجارب ناجحة. ما رأيك؟ هو بداية أنا بحيي ضيف حضرتك العزيز من القاهرة الدكتور هشام، وبقول للدكتور هشام الصندوق بيتعامل في الأصول غير المستغلة والأصول المستغلة أيضا، وبحيله لقراءة المادة رقم 5 الفقرة الثانية اللي بتنظم انضمام الأصول غير المستغلة والأصول المستغلة أيضا بالنص. وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني. إذن نحن نطلق يد القائمين على هذا الصندوق وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي في كل ثروات مصر سواء المستغلة وغير المستغلة، وده تكريس لتركيز السلطة بشكل كبير جدا في يد السلطة التنفيذية وتنحية السلطة الرقابية سواء كانت التشريعية أو القضائية، لأن مواد القانون في المادة رقم 13 أعطت الحق للصندوق في عدم التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. أما فيما يتعلق بسؤال حضرتك الخاص بمقارنة صندوق هذا الصندوق السيادي المصري بالصناديق في الصين وفي غيرها، الصناديق السيادية في الصين وفي روسيا تم تكوينها من فوائد مالية موجودة في هذه الدول، وكان لها دور سياسي بشكل كبير جدا، أثارت مخاوف أمريكا وفي أوروبا منذ مطلع الألفية الثالثة، وقالوا أن هذه الصناديق تستهدف الأمن القومي لأمريكا وأوروبا. أما بالنسبة للحالة المصرية فهي حالة غريبة جدا. الصندوق كما أشرت في المقدمة رأس المال المرخص ب 200 مليار، رأس المال المصدر 5 مليار، هيبدأ الصندوق بمليار من الخزانة العامة للدولة التي تعاني من حالة مديونية مزمنة تصل إلى أكثر من 3.5 تريليون جنيه، فضلا عن استدانة الخزانة بشكل دائم أسبوعي من الجهاز المصرفي المصري. وبالتالي الحالة المصرية حالة غريبة، هي حالة من إطلاق يد الحكومة في الخصخصة للأصول الموجودة سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، هي حالة من عدم الثقة في الجهاز الإداري للدولة في كثير من المؤسسات والوزارات، هي رسالة خطأ عن مناخ الاستثمار في مصر نصدرها إلى الخارج، أننا ليس لدينا إدارة حكومية، ليس لدينا متخصصين، ليس لدينا مهنيين، بدليل أن هذا الصندوق أعطى لنفسه الحق في كثير من الأمور، وأن ترخيصه أو إنشاءه بدأ بقانون خاص. لماذا لم يفتح هذا الصندوق وفق القوانين المنظمة لإنشاء باقي الصناديق؟ نقطة أخيرة أحب أقولها لحضرتك، السيسي من يومين صدق على القانون اللي بيعطي الحق للموازنة العامة للدولة بالحصول على من 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، في حين أن مواد هذا القانون بتعطي الحق لهذا الصندوق
فأن ترحل فوائده عام بعد عام ولا ترحل الموازنة العامة للدولة. طبعا القانون اللي تم التصديق عليه من يومين مش هيطبع على هذا، مش هيطبع على الصندوق، لأنه أنشئ بقانون خاص، وبالتالي نحن أمام العيب أو السلبية الشديدة اللي بتوجه إلى البنية التشريعية في مصر، أننا أمام غابة بنفس اللفظ. طيب. كده غابة. ابقى معنا سيد عبد الحافظ، عاد علينا سيد مصطفى شاهين من ولاية ميتشيغان، أجدد الترحيب بك معنا سيد مصطفى. عند مقارنة مصر أو الصندوق السيادي المصري ببقية الصناديق السيادية في عدد من الدول، مثل ما قالت وزارة أو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، تجربة الصين وسنغافورة وغيرها، نجد أن هذه الدول لديها فائض مالي، أما مصر تعاني من عجز مالي مزمن. إذن كيف يمكن فهم ذلك؟ دعني أولا أرحب بحضرتك والسادة الضيوف حضرتك الكرام وكل السادة المشاهدين، الدكتور هشام وأستاذنا الأستاذ عبد الحافظ، وكل عام وحضراتكم بخير. أنت بخير يا فندم. الأمر المهم جدا زي ما الضيوف الكرام أشاروا، إذا كنت أنت أصلا في حالة مديونية داخلية وبتدفع فوائد تقريبا 441 مليار جنيه، ومستهدف تعمل صندوق سيادي بكل بهذا المبلغ المتواضع جدا للغاية، وأنت أصلا في حالة مديونية، سواء مديونية داخلية أو مديونية خارجية، الصندوق السيادي زي ما حضرتك تفضلت بينفع مع الدول اللي عنده فوائض من احتياطيات، وغرضه الاساسي انه يستثمرها للاجيال المستقبليه. الصين عنده احتياطيات طبعا دولاريه ضخمه جدا ربما تفوق ما لدى الولايات المتحده الامريكيه، والصين بتستغل هذه الاحتياطيات في الاستثمارات الاجنبيه المباشره في عديد جدا من الدول، سواء انشاء خط سكه حديد زي الخط اللي راح اوروبا، أو خط الحرير اللي هم عاملينه الآن وبدأوا فيه لحد باكستان وبنجلاديش، أو لهم استثمارات مباشرة في دول أفريقية عديدة جدا علشان يقدروا يسيطروا على كل الموارد الطبيعية في هذه الدول. نفس الكلام بالنسبة للسعودية أو للكويت أو لقطر، كل هذه الدول فوائد مالية، فهو بيتحسب إن ربما تنخفض أسعار البترول أو ينضب البترول بعد 50 سنة، يبقى عنده استثمارات أخرى يقدر يستفيد بها، سواء بقى يشتري سندات، يشتري أسهم، يشتري ذهب، يشتري عقارات، أي مصدر من مصادر الاستثمارات. لكن احنا في الحالة المصرية بطبيعة الحال زي ما أستاذنا أستاذ عبد الحافظ تفضل مشكورا، وإحنا ما عندناش أصلا احنا أي استثمارات، احنا الصندوق معمول أصلا عشان يتم بيع القطاع العام ويتم نهب القطاع العام، ولا نستطيع في مصر ان يكون عندنا دجاجه كانت بتبيض ذهب عندنا في مصر، لان القطاع العام الى سنوات كبيره جدا كان هو المسؤول الاول عن تعيين وعن توفير فرص العمل في الاقتصاد، رغم ان احنا عندنا في مشاكل في القطاع العام، عارفين كويس جدا ان في مشاكل اداريه وعارفين كويس جدا ان في فساد، لكن ده كان بالنسبه لي افضل 100,000 مره من ان انا اعري السوق المحلي وما يبقاش عندي اي منافسه في السوق المحلي، لما انا اروح ابيع شركة زي شركة أبو إير للأسمدة ويحتكرها منتج واحد. طيب. أو لما احنا بعنا قطاع الأسمنت وأصبحت في شركة أجنبية التي تحتكر السوق، لأن أنت لا ما عندكش الاقتصاديين لما توصل لقناعة علشان يقول لك عايز تنافسية لابد يكون عندك في بيئة تنافسية، إنما الاقتصاد المصري كله بيئة احتكارية، وللأسف الشديد ما عندناش أطر تنظيمية أو قانونية تضمن للتنافس مع الناس مع بعضها البعض، فبيقول الأمر في نهاية الأمر للمحتكر بحق أرباح خيالية جدا، وفئة تانية في البلد فقراء معدوم الدخل بتسحق صح، اللي عايز يشتري له حتة أرض طيب. عشان يشتري له بيت، اللي عارف يجيب أسمنت ولا حديد ولا غيره أسعار مبالغ فيها، لو قارنتها بأسعار عالمية في أي دولة في العالم هتفاجئ الأسعار في مصر أضعف من أي مكان في العالم. طيب دكتور هشام إبراهيم من القاهرة، إلى أي مدى تتفق مع الرأي القائل بأن هذا الصندوق يعتبر بابا خلفيا للخصخصة؟ لأن هناك أيضا من يتساءل ما مصير وزارة قطاع الأعمال العام بعد سحب الشركات منها وضمها إلى الصندوق؟ لا خلينا واضح بس مسألة أنه هذا صندوق سيادي يتم مقارنته به الصناديق السيادية الأخرى على مستوى العالم، سواء كان في الخليج أو في غيرها. لا، الصناديق الأخرى أنشئت على فوائد مالية، ومفترض أنه أنشئت بغرض أنه لو أسعار النفط أو غيرها انخفضت يكون في فوائد يتم استدعائها. ما يتعلق به الصندوق السيادي والحقيقة هو مسألة المقارنة
وزاره قطاع الاعمال او شركات قطاع الاعمال هتفاد انه ده موضوع يختلف، لان هو برنامج الخاص خاصة بالمناسبه ما هو هيمشي وحسابي مع شركات قطاع الاعمال، والمفترض انه في خطه برنامج لدى الحكومه وفي تقديم اسهم الشركات المزاره بسوق المال وغيرها، وبالتالي التخصص بيشيل بيفيد وبالتوازي معه ايضا بيتم انشاء شركه الصندوق السيادي اللي هو يتعامل بشكل مباشر او بشكل اساسي مع شركات قطاع الاعمال بقدر ما هو يتعامل مع الوزارات المحافظات العياد اللي لديها اصول غير مستغله او غير مضاده، ده قضيه سليم. الحقيقه فكره انه معنى انه الاصول غير مستغله او مستغله لكن مستغله بشكل غير اقتصادي، وبالتالي هي الفكره الاساسيه من انشاء هذا الصندوق انه يتحرر من البيروقراطيه. ما زال السؤال ايضا دكتور هشام، يعني اذا كانت مشكله مصر في الاداره وانت الان كان مسؤول كي يتخذ قرار، إذا كانت مشكلة مصر في الإدارة وأنت الآن أنشأت هذا، هل تسمعني دكتور هشام؟ فيما بين الوزارات بعضها البعض، فيما بين الهيئات والمحافظات بعضها البعض، وبالتالي قد يكون هناك بعض الأصول التي تحت الغير مستغلة في وزارة يأخذها هذا الصندوق ويعيد إدخالها في مكان آخر بشكل أكثر كفاءة اقتصادية. طيب الفكرة الأساسية من هذا الصندوق هو إدارة اقتصادية سليمة لمواد، يعني إذا سلمنا برأي حضرتك دكتور هشام والمشكلة الأساسية في الإدارة وأنت الآن تنشئ صندوق جديد تقول إليه الموارد غير المستغلة حتى يتم استغلالها بشكل سليم، من أين ستأتي بالكوادر التي تدير هذا الصندوق الضخم؟ لا هو الحقيقه مساله انه في ما فيش كوادر في مصر ده غير صحيح، بدليل ان احنا لدينا كوادر بتدير مؤسسات على المستوى العالمي وليس فقط داخل مصر. كل ما هنالك انه الامر مش بس مقتصر على خبرات او قدرات لها القدره على اتخاذ القرارات الصحيحه في التوقيت المناسب، لكن خلينا نؤكد انه القوانين المصريه مؤكد ان دي يخضع لها الجميع، مؤكد انها قد مش بس تعرقل او تخيف بعض المسؤولين، وبالتالي فكره انشاء هذا الصندوق هو انه هيكون له الحريه الكامله انه يستطيع بحركه زائده او بمرونه زائده انه يبتدي يتحرك ليدير اصول مفترض انها عبء على الدوله، لانه هي هذه الاصول حينما لا تستخدم هي مؤكد محتبس فيها قدر من الاموال، الدوله في اشد الحاجه لهذه الاموال، وبالتالي اذا كان اللوم على تزايد حجم الدين العام او نسبه خدمه الفوائد في الموظف العام من الدوله ان نعيد او ان نفتش فيما لدينا من اصول كي نعيد ادارتها. اذا سيد عبد الحافظ الصاوي، هذا الصندوق له قدر كبير من الحريه ولا يخضع للبيروقراطيه الحكوميه، وفي النهايه هو سيتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة سواء في الوزارات أو المحافظات أو غيرها. أستاذ الكريم، مرة أخرى الصندوق ستطلق يده في الأصول غير المستغلة والأصول المستغلة أيضا، ليس قاصر فقط على الأصول غير المستغلة، وأنا بأحيل حضرتك والدكتور هشام إلى المادة رقم 5 من القانون لفظها كده، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني. فبالتالي عفوا فقط سيد، حتى نقرب الصورة للمشاهدين، ما الفرق بين أصول المستغلة وغير المستغلة؟ يعني حتى يعني يستطيع المشاهد يعني أن يتعرف أكثر. إحنا مثلا عندنا شركة ما من قطاع الأعمال العام عندها مبنى 15 دور بشغلة منه 5 أدوار وفي 10 أدوار الأخرى فاضيين، فدول ياخدهم الصندوق. احنا عندنا مثلا شركه شغاله بمبانيها بخطوط انتاجها بكل شيء، ما هي عندهاش حاجه غير مش مستغله، ما عندهاش طاقه عطله، ما عندهاش مخازن ولا ارض سايباها فاضيه او ما الى ذلك، يعني يجوز للصندوق ارضا ان هو يستحوذ عليها لما الوزير بناء على الترتيب بين وزير اللي بتخضع له هذه الشركه يرفع لرئيس الوزاره ورئيس الوزاره يرفع لاداره الصندوق، سواء كانت الشركه منتجه وشغاله أو عندها يعني مثلا ممكن يبقى أحد البنوك المصرية المملوكة لقطاع الأعمال العام عنده برج في وسط البلد، هو بيشغل فيه مثلا 10 أدوار وفي 5 أدوار مش مأجرها ولا مملكها ولا أي حاجة خالص، الصندوق بياخد 5 أدوار دول، ممكن ياخد البرج كله، ممكن يدخل على شركة صناعية ياخدها. أنت بتطلق يد الصندوق في الأصول المستغلة اللي هي شغالة أو غير المستغلة اللي مش شغالة، وهو الأصول غير المستغلة هو ده المدخل اللي بيمهد ليه لدخول الصندوق للاستيلاء على شركات القطاع الأعمال العام، وهنا في حالة من عدم الثقة في الجهاز الإداري للدولة. إذا كنت أنت ناوي تعمل إصلاح، طب ما تفعل القوانين اللي عندك، فعل الإجراءات اللي عندك، فعل الإدارة اللي عندك، اشتغل بالإدارة بالأهداف، هات الناس القائمين.
هذه الشركات، لحظه حضرتك، اتفضل، هات الناس اللي عامله، قول له انت قدامك سنه، يا اما حاله نجاح وهتستمر في الاداره، يا اما هتفشل ويتم فصلك وهنجيب وضع حطه قدام المسؤوليه المجتمعيه. اما انك تتركز كل السلطه الاداريه والماليه والتنفيذيه في يد هذا الصندوق الغريب جدا في ادارته، يعني الصندوق تديره السلطة التنفيذية وتراقبه السلطة التنفيذية. حضرتك لما ترجع لمواد القانون رقم 15 و18 اللي بينظموا مجلس الإدارة وبينظموا الجمعية العمومية، تجد الوزارات ممثلة فيها، وزارة المالية ووزارة التخطيط بموجب القانون، طيب، ووزارة قطاع الأعمال العام. وفي الجمعية العمومية الوزراء نفسهم ممثلين، إذا كانوا الوزراء هم اللي بينتدبوا موظفين في مجلس الإدارة، وتيجي الجمعية العمومية تضم الوزراء، من سيراقب من؟ طيب، من سيحاسب من؟ على ذكر من؟ حالة عدم الثقة التي ذكرها عبد الحافظ الصاوي، أن يرفع تقرير، وضحت الفكرة سيد عبد الحافظ. لما لم يرفعه المجلس؟ عفوا على المقاطعة سيد عبد الحافظ. سيد مصطفى شاهين من ولايه ميتشيغان، على ذكر حاله عدم الثقه اللي ذكرها عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي ابراهيم نوار يقول تجربه المصريين في استحواذ الدوله على مدخراتهم مؤلمه، من قبل تم الاستحواذ على صندوق التامين والمعاشات وتم دمجهما في الموازنه العامه للدوله. هل تتفق مع هذا الطرح؟ انا مش بس بتفق مع هذا الطرح، انت عندك طب ما احنا جربنا وبعنا شركات القطاع العام. يعني انت بص مثلا اللي عندك شركات عملاقه في مصر احنا بعناها، شركه عمر افندي بعناها برخص التراب ورفعنا قضيه وكتبناها وراح عمر افندي. عندك شركه لمصر بتاع شركه النصر للالكترونيات، للاسف الشديد ايضا تم بيعها برخص التراب، وكان ده كله في صالح القطاع الخاص، عشان القطاع الخاص هو اللي يسيطر وهو اللي ينتج تلفزيونات، والقطاع الخاص اللي موجود اصبح هو اصلا قطاع محتكر، يعني كل الشركات اللي في السوق كلها لا تمثل خمس شركات. عندك شركه اها، شركه اها كانت من شركه الصناعات الغذائيه المشهوره في مصر واللي كانت تعتبر هي المنتج الاول في مصر، للاسف الشديد ايضا الشركه ذهبت ادراج الرياح رغم ان المحكمه رجعتها ثاني، لكن خلاص. فاللي انا عايز اقوله ببساطه جدا وبقول للدكتور هشام تحديدا، ان احنا اصلا ما عندناش اسلوب اداري لاداره الاصول، ورغم ذلك مش معناه ان انا صفت القطاع العام اللي ما زال بعضه موجود، ومش معناه انك انت ما تبنيش على اللي موجود. دي فرصه طيبه جدا ليك انك تستثمر وتبني من عليها. الصين يا استاذنا الان كثير جدا من الصناعات اللي قائمه في الصين بتعملها الحكومه. شكرا. واحنا لما الجيش دخل في صناعه، نعم تفضل. شكرا جزيلا سيد مصطفى شاهين الباحث في الشأن الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من ولاية ميتشيغان الأمريكية. كما نشكر ضيفنا من اسطنبول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، وضيفنا من القاهرة دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. شكرا جزيلا لكم جميعا.